مرحبا، هيدا الفيديو عبارة عن ميني لسن أو درس صغير حنحكي فيه عن المهارات اللي لازم نتمتع فيها لنعمل مفاوضات ناجحة. Negotiation skills. Let's start. Negotiation skills before the negotiation أو قبل ما نبدأ المفاوضات لازم يكون عنا مهارات محددة نشتغل عليها. أول شيء Be clear about your aims and objectives. كونوا واضحين بالنسبة لأهدافكم لوين بدكم توصلوا. Aim for a win-win situation. Win-win situation حكينا عنها قبل، اللي هي الحالة اللي الطرفين بالمفاوضات بيطلعوا منها ربحانين وراضين. So دايما نحط الهدف إنه بدنا نوصل لهيدي win-win situation at the end of the negotiations. Decide on your targets, the maximum you hope to achieve and the minimum you are willing to accept. قرروا شو هن أهدافكم ولوين بدكم توصلوا. شو هو الماكسيموم أو أكتر شيء أنتم متأملين تحققوه؟ وشو هو المينيموم أو أقل شيء أنتم قادرين تتقبلوه؟ Be prepared to compromise. كونوا حاضرين لا تقدموا تنازلات أو لتوصلوا لتسوية ونعمل تسوية. Plan your bargaining strategy. Make a list of your aims and decide where you can do concessions and where you cannot. خططوا مسبقا لطريقة المساومة اللي قادرين تعملوها. منحضر لايحة قبل بوقت بالأهداف اللي بدنا نوصلها وشو التنازلات أو اللي ممكن نقدمها وشو الأشياء اللي ممكن نقبل فيها. Know your weaknesses as well as your strengths. هيدي مهمة بكل أحوال، لازم نعرف نقاط ضعفنا ونقاط قوتنا. Be ready to make proposals. نكون محضرين قبل العروضات اللي بدنا نقدمها ونكون جاهزين لنقدمها. Think about how the other side will respond to your proposals. مش بس نكون محضرين العروضات، كمان عم نفكر شو ممكن الطرف الآخر يتجاوب، كيف ممكن يتجاوبوا عن هيدي العروضات، قديش ممكن تكون مفيدة لإلهم ويستفيدوا منها أو ممكن يرفضوها. So we have to think about this before ahead of time. Be clear about your role if you are a part of a team. كون واضح انت بدورك. وين انت؟ انت عم تعمل مفاوضات لوحدك او مع فريق عمل، انت جزء من فريق العمل. وبهيدي الحالة اذا انت جزء او member in a team, you have to act upon your role only. يعني كل واحد بيأدي دوره بالفريق حتى يكون الفريق ناجح. Now we'll talk about negotiation skills during the negotiation. خلال المفاوضات شو هي المهارات اللي ممكن نشتغل عليها؟ Try to build common ground. نحن عم نتفاوض مع الطرف الآخر بدنا نبني أرض مشتركة نبدأ منها. So try to build common ground. Then suggest realistic alternatives if your proposals are rejected. بحالة إنه أنا قدمت عروض وعروضي من قبلت ما لقيت القبول من الطرف الآخر، بدي أقدم بديل، يكون محضرة بديل لهول proposals وهول البديل يكونوا realistic واقعيين ومنطقيين. Support your arguments with figures and calculations. دايما أي حقائق بدي أعطيها بدي برهنها بي figures and calculations بالحسابات بصور ببراهين. Stay calm. نحافظ على هدوءنا ونحكي بطريقة هادية ومفهومة. Listen. نستمع لغيرنا لما يكونوا عم يحكوا. نفسح المجال للآخرين يحكوا. Confirm what is being agreed during the negotiation. خلال المفاوضات وكل ما نوصل لنقطة مشتركة اتفقنا عليها نرجع نأكد على هيدي النقطة اللي اتفقنا عليها. Try to understand the other side's point of view if you are dealing with conflict. بحال نحن واجهنا مشكلة ما
بدنا نفهم الطرف الآخر أو وجهة نظر الطرف الآخر. دايما نكون جاهزين لنسمعهم ونفهم وجهة نظرهم. And the last point is be aware of the culture of the people you are talking to. Their way of doing things may be very different to yours. نكون واعيين للطرف الآخر ممكن يكون جاي من منطقة مختلفة أو من بلد مختلف وطريقتهم بعمل الأشياء وإنجاز الأشياء أو ممكن الاختلاط مع الآخرين والتجاوب معهم يكون مختلف عن طريقتنا. فدايما بدنا نتقبل الاختلاف. So that is my mini lesson for today. I hope you liked it. Thank you.